الفريق في طريقه إلى أتلانتس. يوجد أمر هنا يبدو مريباً. وقت التقاط صور ذاتية. أوه، سمكة البراكودا. هل تأكل الضبابة؟ لا، تأكل البسكويت. عجبا فرح، أنت بارعة في معرفة أنواع الأسماك. أنت سمكة موهوبة. لقد أعجب قطبي بذكائي فرح. هذا لا شيء مقارنة بمهارة شهاب في نفخ الفقاعات. ولي بوكس، نغمة الصوت المثالية. سلم للكبير. يجيد قطبي إجراء تقديرات. الحكمة، البراعة. وفيرجينيا تجيد الرقص. الفرح والمرح. رائع، جميعنا مفيدون. هذا جيد. هذا جيد. جيد جدا. ما هي قدرة الخاصة فائقة الفائدة؟ لا تفكر في الأمر مليا. الغواصة الغارقة. أنت تجيد الصراخ كثيراً. والبكاء أيضاً. وتجيد الركض في دوائر. أنت رائع في طلب الشطائر. قطبي يحب الشطائر. توقف عن ذلك، طلب الشطائر ليس قدرةً مفيدة. تتطلب استخدام الهاتف وحسب. أنا أكثر من مجرد طفل. أنت لا تحتاج إلى قدرة، فأنت مثالي كما أنت. لست مجرد طفل في حياتكم. يمكنني أن أكون مفيدا، فأنا عضو مساهم في هذا الفريق. هيا باندا، علينا الذهاب من هنا. إنها تستفيد من حدسها السمكي، انظروا إليها. بماذا يفعل ذلك؟ يمكنني الاستفادة من حدس باندا. حسنا، ربما عليك الاكتفاء بطلب الشطائر. هيا أتلانتس في هذا الاتجاه. لا أتمتع بأي مهارات مفيدة. كل ما أمتلكه هو هاتف سخيف. هاشتاك عديم الفائدة. واو، إنها غواصة. لن أتجاهل هذه الغواصة. ستوفر أسبوعاً كاملاً في رحلتنا. لو أن بوسع أحدنا أن يقودها، سيكون ذلك مفيداً. 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 أنا بوسع قيادتها. لقد أحرزت المرتبة الأولى في محاكاة الغواصة الافتراضية، وأحمل ترخيصاً. ترخيص رسمي، رخصة غواصة. رخصة غواصة من الطراز 3500. تبدو قانونية. هل علمتك هذه اللعبة حقاً كيفية قيادة غواصة؟ نعم، إنها محاكاة واقعية تماماً. يمكنني قيادة غواصة بسهولة، بسرعة 55 عقدة. فليستعد الجميع الآن، سننطلق بسرعة قصوى. أيها القبطان. هاشتاغ عظيم الفائدة، هاشتاغ مفيد. واو، إنني أتنفس الهواء مجدداً. هل أنت بخير فرح؟ أنا بأحسن حال. من الرائع إضافة الفقاعات بوكس. الآن فلنحرك هذه الغواصة الجميلة.